Thank you.
خير. يلا يلا تفضل نعيمة دنقر لا نعيمة ما تستعملش القوة اجي انت هنا اجي انت تما تحية هيا واحد مع واحد واحد مع واحد واحد مع واحد واحد مع واحد Thank you.
عشان قبل أهل المياه. غريب فين مشات؟ كلاها تعرف؟ وخا وخا طقم عنده وغادي نأكد لك باللي عنده. طقم صافي يا سيدي قلت لك القوم طقم ويلي غادي نبقاو غنقبطوا في الناس بلا حتى شي موجب وحنا مسؤولين خصنا نفهمهم بأنهم أحرار وفي بلدهم الحب. نوض قاعد اخويا نوض نوض عندك الزهر نوض صافي جلسوا. غادي تسمعوا لي لهذا الشرح وعملوا شويه ديال الاهتمام شويه ديال الوعي لانه بلا حضور البال ما غادي يستفد حتى حد. الرياضه فن، الرياضة تهذيب وترفع، لا قوة ولا عنف إلا عند الحاجة، والحاجة هي دفع الظلم عن نفسك وعن الناس في بعض الحالات، ولا يستعمل هذا الفن إلا والمستفيد هو المجتمع. وفي المنطق الفلسفي للكونغ فو يقول أن اللطف يولد من القوة، والقوة الحقيقية لا تعتدي. السلام عليكم. اجبد لي عندك ولا غنجبد لك كرشك. يلا. وعشرة درامية اللي كنقزر والله العظيم كاع أربعة ديال الدراري وعشرة درامية. فتشو. هاتي
عنده والو. وفين عندك 10 دراهم؟ يا سيدي واخا غير بلاتي، الله يرحم والديك غير بلاتي. غصبك 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 يا سيدي، والله العظيم الا هي اللي كاينه، والله العظيم ياك اخوتي ما غاديش تقتلوني، الله يرحم الوالدين ما غاديش نموت، الله يرحم الوالدين انا مزهوق فيك. زيدوا في الشهور ما كلوا الفلوس، ما عندو والو تخانو. انت بغيت تقولنا عندك غير 10 دراهم؟ لا عندي كثار. شحال عندك؟ عندي ما يغنيكم عن هذه الحرفه. واه تبقى جيتو. انت يا سي البويز انت ماش تعرف، والله سي واقيلا لا يجيب الله نعس
يا سيد بوي ما مشيت شوف ديك القبقب. قول له يا سيد الله يحفظنا، انا سي عندي ولادي والمصيبه ما عطتش عليها السيد بوليس. اشوف واي والله انتم شاني وهلوا قبقب وغشيكم. اقوم يا سيد قم لا كامل رجلي القم. اقوم لا حرق الشيطان الحرامي. اقوم شوف واش كتعرف شي حد من هادو. هما هادو ولكن كانوا ثلاثة. عنده الحق مازال واحد في المستشفى. يلا يلا سيدي. سير اخويا دي صاحبك ما غاديش يهضر. كان عطيك الكارونتي ثلاث ايام ما غاديش يهضر. لا حول ولا قوه الا بالله. كآباء قبل كل شيء وعلى المواطنين عموما. احنا مهمتنا
نعزلوا المريض. ولكن هذا مش كافي. كتشوف هذا الشباب حالة ديالهم خطيرة، والخطورة ديالهم كتتفاوت من واحد لآخر حسب المواد اللي كان يستعمل كل واحد منهم. أدى بهم شدود الاعتداء على النفس، حتى أنهم كيتبعوا الحافلات العمومية وكيشدوا خبزة كيدخلوها مخرج الدخان ديال الحافلة، حتى كتكحل الدخان ديال المازوت. ولما كتوقع الحافلة كيكونوا هما منتظرينها، كيخرجوا الخبزة من الشكمة وكياكلوها. ومنهم كيشدوا بعض الحشرات كيشويوها كيحمصوها كيحكوها حتى كترجع غبرة، كيستعملوها بشتى الطرق، وهكذا 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 إلى آخره. أما ولدك أعطيوه الدواء بنصيبة، ما تقطعوش عليه الأنيس. ها أنت كتشوف كيف يلوح الدراري صغار، ما اللي كيعمل رياضة نسنانه ما شاء الله. ها كتشوف هذا؟ ها هو تلقى الحيط براسه. شنو هذا؟ لا كنت مزحوا، ركب يلا محمد. Oh, yeah, I love it.